بسم الله. دلوقتي لو انا عايز ارسم شكلين 2D وابدا اعمل بينهم سبتراكت او اعمل بينهم يونيون، اعمل بينهم اتحاد، اقطع شكل من شكل، اجي من هنا اقول له انا عايز ارسم شكل مثلا وليكن سيركل، تمام، وهرسم شكل تاني وليكن مثلا ستار. ممكن اعمل واحد فيهم موف بالشكل دوت، اعلم على العنصرين وهاجي اقول له انا عايز من هنا اس بي لاين ماسك، اسحب الستار واسحب السيركل بالشكل دوت. طب انا دلوقتي عايز اعمل بينهم علاقه سب تراكت، اعلم على اس بي لاين ماسك ومن المود اقول له انا عايز سب تراكت الاي من البي او العكس، او هات له الجزء المشترك. طيب دلوقتي انا هاجي على اس بي لاين ماسك، رايت كليك واقول له كرنت ستيت تو اوبجكت. خلاص دلوقتي العنصر دوت ممكن اعمل له اكستراكت بالشكل دوت. هسحب الاس بي لاين ماسك على الاكستراكت، ومن خصائص الاكستراكت ابدا ازود السوق بتاعه، ابدا ازود في الاكس زي ما انت شايف، الواي بس. فبالطريقة السهلة ديت تقدر تدمج أشكال وتقدر تديها سمك. والله المستعان.